استنكرت سرية الشرطة العسكرية في المنطقة الغربية تفجير الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس. وأوضحت السرية في بيان لها أن التفجير يعد محاولة بائسة من الإرهاب لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا الذي تسعى إليه القيادة العامة. وأضاف البيان أن القيادة العامة لن تتوقف عن محاربة الإرهاب حتى ينعم المواطن بالأمان ويمارس حقه الديمقراطي، مؤكدة استعدادها الكامل للتدخل في أي وقت حسب اللوائح المعمول بها.